وردة الرمال ليست وردة نباتية على غرار تلك الورود التي نعرفها، بل حجر من أحجار الصحراء تتكون طبيعياً من الرمال. يطلق عليها تسمية أخرى كزهرة الصحراء أو وردة الرمال. تنمو هذه الوردة عبر مراحل متعاقبة مثل مراحل التحجر للصخور، والتي تشكل عادة في المستوى العلوي للمياه الجوفية عبر سلسلة من التفاعلات بين المعادن المتواجدة في المياه على غرار الكالسيوم والحبيبات الكلسية المتواجدة في الرمال. فعند تبخر الماء يبقى كبريتات والكالسيوم التي تشكل، وهو ما نسميه بالجبس، والذي يتحلل ببطء بسبب عوامل الأكسدة، ليصبح على شكل مسحوق لدى تفاعله مع الماء. ثم يحصل ما يسمى بكبريتات الكالسيوم المائية التي تتبلور بشكل مشكل أشكالا مثل بتلات الزهور المتلاحمة مع بعضها بزوايا مختلفة، مما يضفي عليها شكلا يشبه الورد، وتكون بأحجام مختلفة، الصغير منها والكبير الذي يصل طوله للمتر، فتكون شكلا كريستاليا رائعا وجميلا كذلك يخطف الأنظار، وتكون بلون الرمل أو باللون البني وهو اللون الغالب. وتتواجد وردة الرمال في المناطق الصحراوية الجافة الحارة، وتستعمل في المنازل بوضعها على شكل تحف فنية تستعمل للزينة.